الخبطه اللي في دماغه جابت له ارتجاج ودخل في غيبوبه. يعني مش هيفوق دلوقتي يا دكتور؟ لا. امال امتى؟ مش عرفني بقى، الله اعلم، خمس دقايق، سنه، مين عارف. سلمي بقى على بابا كتير لحد ما اشوفه ونتخانق على ميعاد الفرح كالعاده. السلام امانه. فكك، خليكم واخدين جنب من بعض كده اليومين دول لحد الانتخابات ما تخلص، بعد كده بقى بتخانقوا براحتكم. عارف النهارده ايه في الايام؟ طب كم في الشهر؟ طب احنا تفتكر في سنه كام؟ بص حاجة بقى دلوقتي، المشكله اللي احنا كمان ما نعرفش عنك اي حاجه. انت لما جيت لنا ما كانش معاك اي حاجه، لا بطاقه ولا كارنيه، وطبعا وانا مليم. انا عملت لك ايه؟ انا قصرت في ايه؟ انت ليه عملت كده؟ انا نفسي ترد عليا وتقول لي كان ناقصك ايه؟ كان ناقص اعمل لك ايه وما عملتوش؟ ايوه لو سمحت عايز اكلم الانسه نهى عباس. مش موجوده يا فندم والله. طيب بعد اذنك يعني ممكن اوصل لها ازاي او فين؟ يبقى لها اسبوعين ما جاتش، محدش يعرف عنها حاجه. حضرتك هنا؟ انت يوسف؟ يوسف، لكن انا شفت يوسف رمزي لما جه يقابل دكتور رأفت في الحمله عندنا. بتقول مين اللي جه؟ يوسف رمزي البزنس مان بتاع لندن، كان معاه البنت اللي اسمها رباب عز الدين بتاعت فضيحه النهارده. مستوى الانحطاط الاخلاقي اللي بنشوفه في انتخابات الرئاسه السنه دي غير مسبوق. لما توصل لدرجه الاعتداء على الحياه الشخصيه لاحد مرشحي الرئاسه، نناقش الفيديو ليه هو احد الفتيات شبكه الانترنت. ايوه مين؟ لا مدام نسمه مش موجوده ولا دكتور رأفت. حضرتك بقى بسالهم هو بيردوش على موبايلاتهم ليه؟ وانت مالك ابقى مين يا متخلف؟ بس صدقوا جنازه وهيشبعوا فيها لطم. انت طبعا عارفه انا بحب بابا قد ايه، لكن هو في الاخر راجل زي بقيه الرجاله كلهم كده. بحاول اسامحه مش قادره. معلش ادي لنفسك شويه وقت. غريبه، انا كنت فاكره ان انت عاوزه العلاقه دي تنتهي. بصراحه مش قادره ما تعاطفش معاكي. خشي ريحي شوية وأنا هنزل. باي باي. نادية نودي يا بنت، يا نادية نودي متى نادى نادية يا دي النيلة ضيف. أنا مش ضيف يا نودي، أنا صاحب مطرح، جاي أطمن عليك يا أختي يا حبيبتي وجايب لك طمن. اخلص يا ضيف، ما بشوفكش إلا لما تكون عايز حاجة. ولا يا نودي مزنوق في قرشين يعني ما فيهاش حاجه دي. لا يا ضيف فيها، اذا كنت لسه مفرتك فلوس المهر والعريس طفش بسببك. ما في 60 ده يا العريس، ما اللي ياخدك لازم يقدرك بارضك. بصي بقى يدفع مهر وياخدك بشنطه هدومك كمان. لا والغريبه ان البعيد ما عندوش دم، هو مين فينا المفروض يصرف على التاني؟ ده انا اختك الصغيره يا اخي. وبعدين بقى ده هم 100 جنيه عمي يا نونه واردهم لك على طول. يا اخي كنت رديت اللي قبلهم. وبعدين بقى في الليله اللي مش معديه دي، افتحي يا ناديه افتحي يا بنت بقول لك. ابعد يا ضيف واكسر الشر احسن لك، بلاش حضايق. افتحي ما تخلينيش اتعصب عليك واكسر لك الباب ده. ثلاثه بالله العظيم اصوت وارن عليك. ما تفتحي يا بنت. ايه ده بس؟ ايه ده يا عم؟ ايه يا جدع انت؟ يا عم استهدى بالله، انت حد كهربك ولا ايه؟ لا اله الا الله، مالكش دعوه بيه يا ضيف وتلم، ده عيان عندنا هنا. ده عيان؟ امال انا ميت ولا ايه؟ بنضف من الدكاتره اللي عندكم. تعالى معايا عايزك في كلمتين. يا جدع كلمتين ايه؟ وانا اعرفك قبل كده عشان تقول لي كلمتين؟ انا اسمي يوسف يا عم. وانا اسمي ضيف يا عم. تعالى معايا عايز اساعدك. عايزك في مصلحه، تعالى بس. مصلحه ايه؟ ليك في العربيات؟ مش باين عليا ولا ايه؟ ايه؟
تعرف تخلص في دي؟ خلص في دي اشتريها يعني؟ تشتري يا ضيف، انت كنت جاي تشحب 100 جنيه. تعرف تشوف لنا فيها بيعه كويسه وسريعه؟ ماشي، بس نظامها ايه؟ لا ورق ولا لوح؟ لا ورق ولا لوح؟ انت كده مش هتخسر كتير. تخسر؟ تعرف ولا ما تعرفش؟ اعرف طبعا. بص احنا نطلع الحلفيين بس انا ليا العموله. اهو ده الكلام. المهم خلص، يلا بينا. يلا بينا، احسنك من التوك توك. انا بقى بقول لك يا باشا، انت متاكد انك عيان؟ الله الله ضيف، يلا في شويه. مش عارف، شاكك انك مش عيان. هحصلك على طول. ها يلا، انا مالك بقى عشان احصلك. باشا الله اكبر يا باشا. ما تفكك من البوز ده يا نونو، فيه ايه؟ ايه ده؟ ده الواد تامر، استنى اعرفكوا عليه. تامور! ايه يا معلم، تعالى. ايه اللي جابه هنا ده؟ ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ تعالى اعرفك على اصحابي. لينا؟ هاي. صاحبتي الاموره. نانسي صاحبتها. اه اهلا وسهلا. هي مكلمه شويه بس هتفك دلوقتي. اعتقد اتقابلنا قبل كده. لا لا ما اظنش. اوكي. نانسي كانت عايشه مع مامتها في فرنسا، لسه جايه من سنتين. لونو رأفت الراوي؟ اه طبعا. دي بنت. اه اوكي. أنا هنتخبه إن شاء الله. لازم يا معلم تنتخبه طبعًا. ده الراجل يعني رفع راس رجالة مصر كلها، ولا إيه؟ إيه ده، ما تخلي بالك من كلامك، فيه إيه؟ فيه إيه؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ده؟ طب خليك يا هز. طب بسرعة كاميرا. تعرفه منين ده أصلًا؟ معرفة سحر، بس هو ده حلو يعني. ما بلاش يا دكتور. نادرًا ما بتفق مع كمال. لكن أنا كمان شايف إننا نمشي. الشهر ده ملوش لازمة يا دكتور. لو مش عايزين تيجوا معايا استنوني هنا. دماغه ناشفه وما بيسيبش حقه. ربنا يستر، ربنا يستر. انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. تقبل الله يا شيخ مجد. منا ومنك يا سيدي صالح الاعمال. دكتور رأفت الراوي عندنا هنا في مكتبنا. يا مرحبا يا مرحبا. هي مش برضو الصلاة بتاعنا على الفحشاء والمنكر؟ طبعا، ربنا يبعدنا عن سكة الفحشاء والمنكر أجمعين، ولا ذكر الله أكبر. طيب بتسجيل فيديو الواحد في أوضة مقفولة ونشره على الإنترنت مش فحشاء ومنكر برضو ولا إيه؟ طبعا، بس ياك تكون يعني بتتهمني أنا في الحكاية دي. لا، ما يصحش عيب يا دكتور. ده من تتبع عورات الناس تتبع الله عورتك. ده انت لسه قايلها اول امبارح في الجرايد، حكش فضيحه لمرشح رئاسي. ايه الكلام؟ كان واضح، مجرد احساس، توقع. ربك كشف عن بصيره الحجاب مره واحده. يعني مش عشان لقيتني بتقدم عليك في استطلاعات الراي مثلا رحت مدبر الحكايه دي كلها من بابها؟ لا سمح الله. استطلاعات رأي ايه يا دكتور؟ عيب، ده انت دكتور وعارف الحاجات دي بتتعمل ازاي. دي لعبة فلوس ومصالح، انما النتيجة النهائية هيحسمها الناس اللي احنا منهم وهم مننا. البسطة، الغلابة، اللي عايشين في القرى والكفور والنجوع، اللي احنا منهم، مش زي الاكابر اللي زيكم اللي عايشين في القصور وعايزين يكسروا طواحين الهوى. لو ايه؟ نهار ما يتفضحوا يجي يرموا بلاهم على الناس الطيبين امثالنا. ده اذا بنيتم فاستتروا يا اخي. بتكدبوا زي ما بتتنفسوا بالظبط، وبتحللوها لنفسكم ازاي؟ نفسي افهم. الله يسامحك، انا مش هرد عليك عشان انا عارف النار اللي قايده جواك. يبقى افتكر انك انت اللي ابتديت الحرب القذره يا مجدي، والبادي اظلم. هستنى جنابك تبارك لي يوم نجاحي في الانتخابات ان شاء الله. على اذنك يا مجدي. معاذه، اسمعيني كويس. المقابله دي تتنشر في كل الجرانين وعلى كل المواقع، الكتروني وغير الكتروني. مش بطالة. وقعت عليها فين دي يا ضيف؟ مطرح ما وقعت يا ريس عيسى، هو أكل وبحلقها؟ خلصني يا عم قبل النهار ما يطلع، أنت عارفني خفاش.
مين ياد الباشا اللي جاي معاك ده؟ معلش يا ضيف، وانا ايش ضمني في الاخر انه ما اطلعش داخليه؟ ما يطلع داخليه يا ريس عيسى، انتوا بيهمكم حد الايام دي؟ انا خايف في مره اصحى الاقيك مخلص في عربيه وزير الداخليه اصلا. ما تتوهش مني يا مين ده؟ ده اللي استلط العربيه وجايب لي خلصها له. امال مال يالا شكله كده ابن ناس يعني؟ طب لما تخلص بقى كشف عيله بقى قول لي، هوصل لحد الرئيس ابراهيم يخلصني من غير لوكلوك. يلا يا شبح خد يا بطل لماضه يا خلاص هاخدها منك ب 40. 40؟ انت قلت 40؟ 40 ايه؟ 40,000 جنيه يالا. انت كده بتستغل بيا يا ريس عيسى وبتستغلني. اسال يا عم في اي اجانس على العربيه دي يقول لك بكام. يلا يا شبح انت هنا مش في الاجانس يا انت هنا عند الرئيس عيسى جونيور، يعني اخرج خالص العربيه دي تتقطع وتتباع قطع غيار. يا عمي يعني تقطعها تذبحني؟ ايه يا عم الدباح؟ الله الغني يا عم. خلاص اهدى شويه. امال عايز تبيعها بكام؟ بمليون جنيه يعني ولا ايه؟ هم 70,000 بلبل وحلال عليك. يا اخي 70,000 بلبل لما يركبوك وينططوك. العربيه دي اخرها خالص 50,000 جنيه. ما ينفعش يا ريس عيسى. ولا صاصه. اجري هات 60,000 جنيه وادوهم لضيف. 60 ايه بس يا ريس عيسى؟ ما تهزهم شويه. كده تمام يا ضيف، واي حاجه ادوب تعالى ولاغيني. مبروك عليك يا ضيف. ماشي. لما نشوف. خدت منه 20% عمولتي بس عشان الأمانة. 20%؟ الحاجات دي باخد 36% بس قلت أعمل معاك الصح. ماشي طيب طالما كده بقى أنا قصدك في خدمة تانية. عربية برضو؟ لا المرة دي مكان. مكان إزاي يعني؟ شقة إيجار. بس كده؟ خلينا كلها نقطة السمسار. بس أنت عارف يا ضيف إن أنا معيش بطاقة ولا أي إثبات شخصية، فهمني طبعا. لا مش فاهمك. مش عايز مفهومية يا ضيف. اللي يأجر لنا الشقة يكون ما بيدقش على موضوع الورق ده. بس كده فيها عوائق يا باشا. يا عم ولا عوائق ولا حاجة، كله بحسابه. خلاص ما دام كله بحسابه يبقى الشقة تحضر، وأنا مديلك أي عقد الشقة باسمي. إمتى؟ وسلمك نظيف. النهاردة آخر النهار عدى عليا في قهوة عثمان. عارفها؟ اللي في ظهر المستوصف عدن دي، أنا قاعد هناك على طول. طب امسك. طب اقعد وطاق يا باشا من خدمك الأول. معلش عشان تخدمني فعلا. ولاد الناس برضه يا جدع. أنا مش عارف البت أختي دي بتقع الناس الحلوة دي فين بس. مرزعة بنت اللعيبة. شغالك اوكا وتيجا؟ والله يا استاذ ولا كنت تعبره، هو هيفضل لازق لك بعد كده زي القراضه. امال الدكتور ايمن فين؟ في الاقتراحه جوه دلوقتي مع الصحيان. اسكت يا استاذ، ده امبارح ضرب معايا خناقه ايه لما سال عليك وما عرفتش اقول له رحت فين. هو ايه اصله ده يا عمي؟ ما كانش ينفع تخرج لوحدك انت، لو جرالك حاجه احنا اللي هنلبسها. عموما يلا مش مشكله، كويس انك افتكرت المكان اصلا، دي علامه كويسه، معناها انك تعرف تكون ذكريات جديده. المشكله بقى في اللي انت مش فاكره قبل الحادثه، دي علامه منيله ب 60 نيله. يعني من الاخر كده دكتور، الدكتوره بتاعتك دي هتعرف تعالجني ولا ايه؟ هنشوف، احنا بس هنعمل لك شويه تحاليل وفحوصات الاول وبعدين ربنا يكرم. يا رب. يلا. عايز ايه؟ عم عباس انا كنت عايز اتكلم معاك شويه بخصوص نهى. عرفت هي فين؟ لا. يبقى مع السلامه. عم عباس اديني فرصه كمان ارجوك. انا قلت لك من يومين ما اشوفش وشك ولا تكلمني الا ما تعرف حاجه عنها. خلينا ادور في حاجتها المره دي، حاسس انها وصل لحاجه بجد. شوف يا ابني انت البيت ده مش هتخشه تاني حتى لو البيت رجعت. انا كنتش موافق على انها تتخطب لك اصلا لولا الزفت اصرت. مش وقت الكلام ده يا عم عباس. روح يا ابني الله يسهل لك، شوف حالك. سيبنا انا كمان اربي بقيه العيال بدل ما تلحس دماغهم سياسه. كفايه الاولانيه اللي راحت ما نعرفش راحت فين. عم عباس تعالى يا سيدي خش رايح هنا شويه بقى قبل ما اشوف لك حد من قسم الاشعه. ماشي. جيب لك ايه تشرب؟ لا ولا حاجه انا مستنيك. طيب
عاوزه تديكي. جو ربابة عز الدين صح؟ مظبوط. في تجمع دموي صغير ضاغط على مركز المخ هنا، هو ده اللي مسبب لك الحاله اللي انت فيها. يعني انا احتاج تدخل جراحه يا دكتور؟ ما افتكرش، ممكن مع الوقت يصرف لوحده. طيب ولما ده يحصل يعني هترجع لي الذاكره؟ افتكر كده. الحاله اللي انت فيها مطمئنه، يعني انت بتفتكر حاجات عن نفسك، يعني الذكريات موجوده في عقلك ما اتمسحتش، كل اللي موجود بس بينك وبينها حاجز صغير. طيب ده يعني ان شاء الله ياخد وقت قد ايه يعني؟ اهي دي بقى الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش اضمنها لك، هي الوقت، لان مفيش حاجه ممكن نقيسه بيها، بس في ايدينا نبدا المشوار وما نعرفش هيخلص امتى. والمشوار ده عباره عن ايه بالظبط يا دكتور؟ في ادويه ممكن تساعد على تصريف التجمع الدموي، وادويه تانيه ممكن تساعد على تقويه المخ، ده غير طبعا جلسات العلاج النفسي اللي هنخليها مرتين في الاسبوع وممكن تبقى ثلاثه لو الحاله اتحسنت، بس ده طبعا مش مجاني، وكمان الدواء غالي شويتين. مش مهم، المهم يجيب نتيجه. والله انا كان بودي ان انت تفضل معانا هنا علشان تفضل تحت عناية على طول، بس للاسف مفيش سرير فاضي. دي كمان مش مشكله، انا اتصرف. خلي الكراسه والقلم دول معاك واكتب كل اللي تفتكره زي ما قال لك ايمن، دي الحاجه الوحيده العدله اللي قالها لك ايمن. ربنا يبارك لك يا دكتور ويعلي مرادك. يلا يا يوسف. يوسف شكرا. تحب اكلم لك حد من المستوصف عشان تقعد معانا يومين كمان؟ لا ملوش لازمه يا دكتور، انا هتصرف. هتصرف واكلمك. تتصرف ايه يا عم؟ هتتعامل ازاي مع الناس وانت مش فاكر حاجه كده؟ انت مش عارف اهلك مين؟ وريتها كده على كده. ده انا كمان فجاه لقيت نفسي بتحارب. بتحارب من مين؟ وليه؟ والله ما انا فاكر. ماشي يا عم، انت حكايتك حكايه. بص يا سيدي، ده رقمي، يبقى كلمني بقى عشان نحدد مواعيد الجلسات. هكلمك. اتفضل. شكرا يا ابو يا جدع، بتشكرني على ايه؟ الناس لبعضيها. ماشي يا دكتور ايمن. ماشي يا عم يوسف. انت رشت الليل.